هذا وشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني بحضور فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة وعدد من قادة الدول العربية الشقيقة، حيث كانت لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه كلمة هامة جدا. يأتي في هذا الاجتماع في ظل ما تشهد المنطقة في الشرق الأوسط من توترات متصاعدة جدا نتيجة للاستمرار الحرب في قطاع غزة وما تسببه من أوضاع إنسانية صعبة لسكانه، الأمر الذي يزيد من الأهمية للعمل العربي والصيني المشترك. بجانب الجهود الدولية من أجل الوقوف الفوري لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للسكان وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إضافة إلى أهمية إيجاد أفق للسلام العادل والشامل في منطقة صعبة على الجميع وإيجاد حل الدولتين.